بص يابا، انا هتكلم معاك على الدغري. انت مش تمام يا اسطى، انت ما طلعتنيش ساعه الا ربع، وفي الاخر تيجي تديني الحاجه فيس ولايح. انا عمري قصرت معاك في حاجه؟ عمري يا اسطى اديتك فلوسك ناقصه؟ بعدين ما اللي انت خايف منه ضغط عليا وعليك، ما طلعتنيش بقى. لا تكون فاكر انك ماسكني من الايد اللي بتوجعني عشان تحت البيت، قسما بالله ده انا اروح لحد متعوبه ولا تزل الذل ده يا جدع. ياما اكلمك تليفونك مقفول، وياما اكلمك ما تردش عليا، بتعمل كده ليه يا اسطى؟ زمان ما كنتش بحبك ربع الحب اللي انت كنت بتحبهولي، بس دلوقتي لما انا بقيت بحبك بجد انت بطلت. لما اخترتك ما همنيش اي فروق ما بيننا، كل اصحابي كانوا بيقولوا لي يا بنتي انت احلى منه 100 مره واحسن منه 100 مره، وانا ما فيش، ما همنيش كلام اي حد. كنت فاكره انك لو تقدر تجيب الدنيا دي كلها تحطها تحت رجلي هتعمل كده، بس دلوقتي ايه؟ مستغرب لما بتسأليني مالك محرص على نفسك كده ليه؟ لو انت بجد مش حاسة بنفسك، مش حاسة باللي بتعمليه فيا، طب انا استاهل كل ده عشان سكت؟ شفنا فيديو من فيديوهات الكانتين، شفتك انت تحديدا وادائك و مش انا. هي دي مبادره ضمن المبادره؟ لا دي المبادره نفسها، دي مبادره كلام ما اتقالش. تحت الكانتين، يعني احنا مبادره تحت الكانتين بالظبط. احنا جروب اسمنا الكانتين، المبادره نفسها اسمها كلام ما اتقالش. اوكي. فكره المبادره نفسها ايه؟ ان احنا بنعبر عن الناس وعن احاساسهم كلهم بفكره ان لو حد نفسه يقول كلام وعمره ما قاله لحد بيبعته لنا واحنا بنعبر له عنه. الله. يعني احنا مش كاتبين، احنا يعني ده كلام ده حقيقي، ده لاشخاص حقيقيه حاسين بالكلام ده. بالظبط. اوكي. وده لاين واحد من الكانتين، يعني احنا عندنا كذا لاين. ايه هم؟ احنا دلوقتي ابتدينا بمبادره كلام ما اتقالش، وهنعمل سكاتشز، ولسه بقى هنشتغل على حاجات تانية. يعني في تمثيليه بتتكتب. لا، في مفاجات. في مفاجات ان شاء الله السنه دي. طيب.